بالهنا والشفا كلمة مصرية معروفة. الهنا يعني السعادة والراحة، لأن الأكل متعة ومزاج، والشفا لأن الغذاء بيقي الجسم دايماً من أي أمراض ويحافظ عليه. بالهنا والشفا، أكلات سهلة وبسيطة وجديدة من كل مطابخ العالم. بالهنا والشفا مع أسماء سمير على راديو كامل، محطة على المحطة. اهلا بكل مستمعي راديو كيميت وحلقه جديده من بالهنا والشفاء. النهارده هنعمل كيكه لكن بطريقه مختلفه، والطريقه دي هتبقى جميله ولذيذه لان كل الناس بتحب الشوكولاته. الكيكه النهارده بتعتمد على الشوكولاته، كيكه الشاتو. يلا نقول مع بعض مقادير كيكه الشاتو: نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، كوبايه زيت، نص كوبايه كاكاو خام، كوبايه دقيق، بيضتين، فانيليا، رشه ملح، ومحسن كيك أو بيكنج باودر. يلا نقول المقادير تاني مع بعض: نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، كوباية زيت، نص كوباية كاكاو خام، كوباية دقيق، بيضتين، فانيليا، رشة ملح، محسن كيك أو بيكنج باودر. نقول مع بعض الطريقة: في الخلاط هنضيف السكر واللبن والكاكاو والفانيليا، نضربهم مع بعض. بعد ما يمتزجوا كويس هنضيف الزيت، وأول ما الخليط ده يتقل هنبدأ ناخد كوباية منه ونحطها وندخلها جوه التلاجة. بعد كده هنضيف على بقية الخليط اللي مضروب قدامنا في الخلاط البيض والفانيليا، نضربهم كويس، وبعدين نقلبهم في بولة برة مع الدقيق والبيكنج باودر، وكمان نحط عليهم رشة الملح. نبدأ نصب الخليط ده بعد كده في صينية تكون مدهونة زبدة ويكون مرشوش عليها رشة دقيق خفيفة. هنحط عليها الكيك وندخلها الفرن على درجة حرارة 180. ياريت نحطها على الرف الوسطاني عشان ما تتلسعش أو تتحرق مننا. بعد كده هنسيبها في الفرن لمدة نص ساعة تقريبا لحد ما تستوي. أول ما هتستوي هنخرجها ونسيبها تبرد، بعدين نصب عليها الخليط اللي حطناه في التلاجة. نبدأ نقطعها مستطيلات، وبالهنا والشفا كيكة الشاتو الجميلة بالشوكولاتة. كيكة الشاتو رغم اعتمادها الكبير على الشوكولاتة، إلا أننا ممكن نعمل طبقة مختلفة من جيلي الفراولة أو الفواكه بأنواعها أو الكراميل أو حتى الكريم شانتيه. ده هيديها مذاق مختلف وجديد في كل مرة نعمل فيها كيكة الشاتو. وبكرة معدنا مع أكلة جديدة في بالهنا والشفا، مع تحياتي أسماء سمير. كنتم مع بالهنا والشفا مع أسماء سمير على راديو كامل، محطة على المحطة. راديو كامل، محطة على المحطة.